وهما داخلين. اهلا وسهلا بكم. علمت صحيفة الحياة أن المجلس الأعلى للقضاء في السعودية أصدر أخيرا قرار يقضي بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها وعدم مطالبتها بإحضار معرف. الشكاوى اللي جاءت أخيرا في هذا الموضوع خلى المجلس الأعلى يطالب بالقضاء جميع الإدارات الحكومية المعنية ولا سيما وزارة الداخلية والعدل بالمسارعة في التنسيق فيما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة منعا للحرج الشرعي لدى بعضهم. بمعنى أنه هذا الملف ملف قديم جديد، يعني اليوم بس عشان نوضح للناس اللي يشوفونا في الوطن العربي ولا خارج المملكة العربية السعودية ولا بعض الناس اللي تشوفنا في السعودية وتبغى توضح المسألة، اليوم في بطاقة للمرأة مخيرة، بعضهم أخذوا بطاقات وبعضهم ما أخذوا من جوانب أحيانا اجتماعية وحن شرعية. هذه البطاقة زي أي بطاقة، فيها صورة هذه السيدة واسمها بالكامل وكل شيء. الآن القضاء يطالب أو المجلس القضاء العليا يطالب القضاء بأنهم يعتبرون هذه البطاقة بدل المعرف. طبعا في قضاة أوريدي مستجيبين من زمان وفي قضاة رافضين في الموضوع بحجة موضوع ديني اللي هو الخلاف على كشف الوجه، وبعض السيدات يتحرجن بأنها تكشف وجهها لأحد. طبعا في حلول أخرى أن يكون في سيدة تكون موجودة في المحكمة حتى هي تعمل تفتيش، أحيانا موجودة وأحيانا غير موجودة. حلول أخرى وصلت إلى موضوع البصمة، البصمة بحيث أنه السبابة ولا الإبهام يكشف من هي هذه السيدة منعا لأي انتحال وأيضا بعدا عن الحرج الشرعي. الظاهر الآن هو تطبيق أول شيء البطاقة، بعد ذلك تأتي مسألة البصمة. البصمة المجلس القضاء الأعلى يطالب الحقيقة وزارة العدل والداخلية بالتسريع في إنجاز هذا الملف. لماذا هذا الشيء؟ لأنه الحقيقة يعني صار شكلنا، يعني لما تقارنوا عالميا شوي يعني أحيانا يثير الشفقة وأحيانا يثير الضحك لأسباب بسيطة، أنه هذا المعرف قد يكون هو الخصم، لأنه في سيدات عندها شكوى تظلم من أخ لها أو من زوج لها وهذا هو المعرف، فبالتالي إذا ما جاء لا تستطيع أن تشتكي، فبالتالي إذا كان هو الخصم أيضا أنت كأنك تعطيه يعني قوة أخرى غير يعني قوة فيها ظلم غير منطقية لما تقارنها بالقوانين العالمية. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا نرحب بالدكتورة سهيلة زين العابدين حماد، وهي عضو هيئة جمعية حقوق الإنسان السعودية وناشطة حقوقية، وأيضا يسرنا نرحب بالأستاذ عبد الله العميرة وهو الإعلامي ورئيس تحرير وكالة بث للأنباء، وأيضا يسرنا نرحب من استوداتنا في جدة بالمهندس ماجد العدوان وهو مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. أبدأ معك أستاذ ماجد، يعني هذا القرار هل هو قديم جديد ولا جديد وراح يصير قديم؟ بس تشرح لنا عنه، وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرار طبعا القرار صادر قديم، في قرارات صدرت قديم من اعتماد البطاقة من نشأتها، لكن القرار هذا فيه جانب تأكيدي وتشديد للقضاء باعتبار هذه وثيقة وطنية ويجب العمل على موجبها. طيب هل هناك قضاة معترضين يطبقونها يعني تطبيق هذا الشيء؟ قد تكون في حالات على أرض الواقع في قضاة يتحفظ في استخدامها، وهذا القرار أو هذا التوجيه من وزير العدل ومن رئيس مجلس القضاء الأعلى الهدف من التأكيد على القضاء باعتمادها ومن ثم التنفيذ بموجبها. طيب دكتورة سهيلة، أنت ماذا يعني لك هذا القرار؟ أنت عندك حالات متابعة الحالات مشكلتها في الحياة المعرف، وبعد ما طلعت البطاقة أيضا بعض القضاء لا يستجيبون، كيف تشوفين هذا القرار أنت؟ والله مو بعض القضاء، كل القضاء. لا في قضاء يعني يستجيبوا لهذه البطاقة. أنا اللي مر علي بالنسبة لي أنا بصفتي الشخصية ما في هذا، لازم أول ما أروح للمحكمة يضعوا البطاقة بلاستر على الصورة ولازم المعرف. يعني البطاقة دي لا قيمة لها سواء كان في كتابة عدل أو في أي، فالصورة البطاقة الأحوال ما هي معتمدة. حتى أنا لما التقيت قبل أظن سنتين وثلاث سنوات بسعادة وكيل وزارة العدل كان في برنامج الأمانة الأسري وخطبته مباشرة أمام سمو الأميرة عادلة
فقلت له إلى متى ستغلون يعني سيبقى المعرف؟ فقال هذا الشرع. قلت له لا، لا يوجد في الشرع هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أول قاضي في الإسلام لم يطلب من امرأة قط، ولم يسجل لنا التاريخ أنه طلب من امرأة قط إحضار معرفين. فقال لا، هذا طلب من وزارة الداخلية. قلت كيف وزارة الداخلية تطلب على أساس أنه معرف؟ هي البطاقة الأحوال أنتم بتعتمدوها لتعتمدوا بطاقة أحوال الرجل ولا تعتمدون بطاقة أحوال المرأة؟ وكان وقتها أصدروا قرار كمان وزارة العدل أنه الرجل في حالة البيع والشراء لا يطلب منه إحضار شهود، يكتفى بس بطاقة الأحوال. فقال سننظر في الأمر. هذا الكلام الآن البطاقة الأحوال هذه يعني لعدم اعتمادها ولابد من إحضار معرف، هي ليس فقط أنه يعني مع إضافة إلى ما ذكرت أنه حكاية أنه يكون المعرف الخصم، في أخطر من هذا بكثير يا أستاذ علي. ووردت قضايا عندي من هذا النوع، أنه الأخ إذا مات الأب الأخ ممكن يأتي بزوجته على أنها أختي وتكتب على أنها هي أعطته وكلته أو أعطته المال أو باعته أو كذا. أو بالعكس تكون الزوجة لديها مال والزوج يريد الاستيلاء عليه فيأتي بأختها على أنها زوجته ويأتي بمعرفين ويقولون إنها هي فعلا زوجته وتعمل له توكيل عام أو تبيع له، وضاعت حقوق كثيرة، حقوق للعدو. وأنا حتى في معرض مقالاتي، سلسلة مقالاتي عن نظام الحماية من الإيذاء والمرأة، أتكلمت عن الإيذاء المالي واعتبرت المعرف أو طلب المعرف هذا أكبر إيذاء مالي للمرأة لأنه بتضيع حقوقها المالية. يعني جاتني الآن قبل فترة مشكلة واحدة، أخوها زور توقيعها طبعا بموجب المعرف، استولى على كل ميراثها وهي مطلقة، تهيمه في الشوارع إلى أن حن عليها طليقها واسكنها في غرفة حارس عمارة فيها عزاب، عمارة عزاب لهذه الدرجة، لأنه يريدها أن يجبرها أن تعود إليه وهو يمارس عنف ضدها، وهي يعني ما عندها مال ولجأت إلى جهات ومحكم في المحكمة قضيتها أخذ فترة طويلة وتروح وتيجي وتروح وتيجي وأموالها ضاعت. فالمعرف هذا يعني إحنا بنعاني منه، يعني حتى يعني أزمة نفسية بتأتينا أيضا. يعني طيب واحدة لا ليس لديها محارم، وهذا قالته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما ذهبت للحج وقالوا لها كيف تسافرين بلا محرم، فقالت أكل الناس النساء لديهن محارم. طب هذه من فين تجي والمعرف؟ يعني واحدة مثلا مقيمة هنا في الرياض سعودية لكن ما عندها الرجال العائلة في بلد ثاني، وهي في بلد من فين تأتي وتبغى تشتري مثلا عقار، تبغى تبيع، تريد عندها قضية كذا، كيف قضية طيب. نفقة، قضية حضانة، ما عندها معرف طيب. تضيع حقوقها وصلت. لأنه ما عندها معرف. وصلت دكتورة. خلينا بس أيضا نشوف رأي الأستاذ عبد الله في هذا الملف. هو ملف الحقيقة يعني شوي غريب، لكن إذا إحنا يعني تفهمنا يعني المجتمع شوي تقول أوكي نتفهم إنه ليش وصلنا ذا المرحلة. بس اللي غير مفهوم المشهد يعطيك شعور بأن القضاء أقوى من الوزارة، بأن القضاء أقوى من مجلس القضاء الأعلى، بأن هناك أناس لا يطبقون قرارات الدولة أو الحكومة. هذا يعني يعني استنتاج من كلامك يعني أن يعني النظام في وزارة العدل ليس بالقوة اللي يمكن يتحكم فيها على التابعين أو المنظمين تحتهم ضمن القضاء. هذا أولا. ثانيا المسألة أنا شايف أنها فعلا زي ما تفضلت في مقدمة الحلقة أو الفقرة أنها مثيرة حتى للغير، وخاصة الآن في زمن الإعلام المنفتح. أنا أتحدث من الجانب الإعلامي إذا سمحت لي دكتورة، يمكن لها بعد آخر. يعني ما تلاحظ فعلا أن من المثير أن نتحدث عن قضايا عجيبة مثيرة. تكلمت الدكتورة عن يعني قضية
أو قضيتنا من ناحية أنها مش جديدة على القاضي، موجودة في تعاليم الإسلام، ولكن في نفس الوقت إحنا نتعامل مع المرأة وكأنها جنس آخر مختلف عن الرجل أو عن المجتمع، مختلف تماما، حريصين عليها أنها ممكن تكون تشذ عن القاعدة، ولا بد من تطبيق إجراءات محددة لا يرى وجهها، ولا بيكون لا بد يكون هناك ضوابط، مع أن اتخاذ الضوابط أنا أعتبرها اللي اتخذها بعض القضاة أنا أعتبرها اجتهادات وليست قائمة على أنظمة أو قوانين محددة، كما هو موجود أمام القاضي أمامه قوانين شرعية مستمدة من الكتاب والسنة. من أين لك هذا؟ لا تعرف فعلا، وممكن نقول عليها أنهم بيشدون أو بيطلعون أو أنهم فوق قوة وزارة العدل. ما أريد أن أؤكد عليه حقيقة أخوي علي أنه المسألة لها بعدين، مفهوم خاص عند بعض القضاة ومفهوم عند المجتمع ورؤية من الجوانب الإعلامية، رؤية حتى على الآخر أو من المجتمع على هذه الزاوية، أن هناك شيء ما فيه فراغ، فيه شيء ما غير طبيعي، غير 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 واضح جدا. هناك أنظمة في وزارة الداخلية أصدرت بطاقة وبطاقة هوية، وأكيد لم تصدر عبث كذا، أكيد في استشارات. هناك الآن صدر من وزارة العدل أنظمة محددة، في هناك الآن مجلس القضاء الأعلى وكل الكبار الهيئة كبار العلماء أو المشايخ المعتبرين اللي في مستواهم، نعتقد أنهم أفضل كثير من القضاة، أو إن لم يكن أفضل من كل القضاة المعترضين على هذا الجانب. طيب شو السبب في عدم تطبيقك للنظام؟ خلينا نقول نظام أول المتوافق مع الشريعة، هذه النقطة. النقطة الجانب الآخر، نعم إحنا مجتمع فيه تفاعلات، وأي مجتمع لا يوجد فيه سلبيات إذا هو مجتمع راكد ما في أي تفاعل، ولكن الملاحظ أن التفاعلات اللي عندنا بتصدر بشكل يعني في شكلها غريب، بتناقش قضايا المفروض أنها ما تناقش، بديهية جدا، قضية البطاقة وفيها قضايا أخرى مثل قضية عضل المرأة وتأخر قضيتها والعنف وإلى آخره تجاه المرأة وتجاه الطفل، مع أنه اللي بيطل علينا من خارج المملكة بيقول والله أنت مجتمع فضيلة، مجتمع مسلم، مجتمع القوانين فيه قائمة على الشريعة الإسلامية، اللي فلماذا لا تتحقق الشريعة الإسلامية من خلال مثلا هذه القضية أو غيرها؟ المجتمع لا أعتقد أنه بيطالب بشيء جديد أو غريب أو بعيد عن القواعد الشرعية المعمول فيها، بيطالب بجزء من القضية، نعم. من القضية الشرعية أو من الشريعة الإسلامية. أنا عندي فاصل وبعدها راح نكون مع المهندس ماجد العدوان، لأنه في أسئلة كثير الحقيقة تطرح ومهم يعني ينورنا فيها بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن البيان اللي مجلس القضاء الاعلى للمحاكم بانه تبدا تعترف بالبطاقات، وهذا يعني الغاء المعرف، وايضا حديث عن موضوع البصمه. ضيف الاعزاء الدكتوره سهين العابدين حماد والمهندس ماجد العدوان والاستاذ عبد الله العميره. مهندس ماجد، انتم في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، هذه القضية أكيد تعنيكم، بس ما هو دوركم؟ أنا سألت الأستاذ عبد الله، قلت إنه بلا شك لما وأنت ذكرت في البداية يعني مهندس ماجد إنه موجود هذا القرار لكنه لم يطبق، وقلت إنه في بعض القضاة يعني لا ينفذونه إلى آخره. طيب لما يكون في هذا القرار موجود ويكون فيه حكومة ودولة وتطلع بيانات وبالتالي لا تنفذ ولا ينفذها القضاة، ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن القضاة أقوى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، أقوى من وزارة العدل، أقوى من وزير العدل، أقوى من مجلس القضاء الأعلى، وإحنا نتكلم عن بلد رئيس مجلس القضاء هو وزير العدل، وهذه أيضا أدعى إلى
تسريع بعض الملفات العالقة، وصحيح لي إن كنت مخطئ، ما الذي يحدث بالضبط؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء عندنا عدة أمور. أول شيء في أساس شرعي الموضوع، إذا نتكلم عن نظام، فيه نظام صادر وتعميمات صادرة سابقا، وهذا تعميم تأكيدي إيضاح للناس. أن كثير من الناس تقول وزارة العدل ما تكلمت، طيب وزارة العدل عممت الآن، شددت وأرسلت تعميم إضافي للقضاء. اللي يظهر لي واللي أعرفه من مجمل القضاء، امرأة كاشفة لوجهها باجتهادها ومعها هوية وطنية، أعتقد لا توجد أي مشكلة في هذا الجانب. إذا امرأة أتت ببطاقة عليها لاصق وطمست وجهها، الآن ماذا، ما هو مطلوب؟ هي تتحرج من ظهر صورتها وهي محجبة مغلق، يعني لم تكشف وجهها، ما هو المطلوب من القاضي؟ فالآن الحرج ليس مع القاضي، وأن القاضي يرفض على الإطلاق، وليس الحرج، وأيضا فيه الطرف الآخر قد لا يرغب. كثير من الناس ما يرغب أن امرأته ترى ومعها هوية وضع عليها ملصق. الحل الآن هو تعميم تأكيدي من قبل وزير العدل للجهات المعنية من كتاب عدل وغيرهم، وهو عرضة للمساءلة القانونية للمخالف. بالنسبة للقضاة، هم لديهم حصانة في جانب الموضوع، لديهم في أعمالهم، وأما في الجانب التطبيق النظامي فيرفع أي شكوى أو مخالفة في هذا الجانب المجلس القضاء الأعلى للنظر في أي شكوى في هذا المجال واتخاذ القرار المناسب. بالنسبة في جوانب أخرى، أعتقد أني غطيتها في في. إيه لا، بس مهندس ماجد، يعني طبعاً نعالج عدة جوانب. إيه بس أعطيك الفرصة، بس أنت حملت الموضوع للناس، لرغبات الناس، إنه هو اللي حطها، قد يكون. أنا ذكرت أنا ذكرت أن في قضاة يخالفون التوجيه. وأيضاً في امرأة كاشفة الوجه ومعها بطاقة، وهذه ما فيها مشكلة أصلاً. بس يعني معظم القضاة وكتاب العدل ما عندهم مشكلة. بس المشكلة. لكن امرأة تقول لك أنا واضعة ملصق ومغطية وجهها، وتقول لي أنا ما أنا ماني راغبة أكشف وجهي. طيب شلون أعمل معها؟ طيب هذا نظام بلد. الحين هذه السيدة وهي مسافرة خارج السعودية ولافة كل مطارات العالم. هل تجبرها؟ لا. وهي إذا راحت أي بلد اللي لافة. إحنا ما نتكلم، لا في ناس بسطة حتى يذهبون للعلاج. يا مهندس، أنا ما أتكلم عن طبقة مترفة، ما أتكلم عن ناس مصيفين، أتكلم عن ناس قد يذهبون لعلاج، قد يذهبون لزيارة مريض يهمهم، ناس بسطاء عاديين يذهبون على حساب المملكة، الدراسة إلى آخره. لماذا يقبلون على أنفسهم في كل مطارات العالم، وإذا جاء عند القضاء مرة القضاء ما وده ومرة هذه ما ودها؟ طيب يعني والبصمة ما طبقت؟ هذا ثقافة مجتمع طال عمرك، هذا ثقافة مجتمع. إذا المرأة مي راغبة وواضعة طامس على صورتها ورفضها، أحيانا القاضي لا يرغب أيضا، هذه مشكلة أخرى. القاضي أحيانا هو عنده ردة فعل أخرى. هذه شدد التعميم والقرار الصادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن وزير العدل، وفي هذه الناحية فيه مجال للشكوى وبحث الموضوع. طيب الدكتورة السهيلة تبغى تتداخل، لكن إحنا نتكلم عن قضية اجتماعية. تفضل. المهندس يذكر انه المرأة بتضع لاصق. يا اخي انا لما اروح المحكمة او كتابة عدل بيضعون لاصق على صورتي عند تسجيل القضية، هم في المحكمة على بطاقة يعني؟ الاحوال نعم في المحكمة. ما شفت امرأة حاطة لاصق على بطاقتها. احنا ما نحمل المسؤولية الاخطاء على هذا الخطأ. حتى القاضي، حتى لو دخلت وانت كشف وجهك يقول لك غطي وجهك، مع انه في مذهب ابن حنبل المتشددون الذين يقولون بوجوب تغطية الوجه يقولون تجوز أن تكشف وجهها للقاضي. وهذا قاله حتى وزير العدل، معالي وزير العدل السابق، في لقاء تلفزيوني وأنا كنت مشاركة في البرنامج، قال يجوز أنها تكشف وجهها أمام القاضي حتى لما قلت له. عشان لأنه هذا في خلاف، أنا اللي يهم من اليوم في خلاف. بس السؤال برجع لك. لا في نقطة مهمة جدا، الله يخليك، لأنه أخشى ما يدي الوقت. عندما تقولون أنتوا البصمة الإلكترونية، حتى لو عملت البصمة، أنا دحين لما أروح لكتابة عدل بدون ما معايا رجل يتابع القضية، لو طول النهار ما يسأل فيها أحد،
ما يسأل فيها أحد، ألين هناك اللي يحرك القضية ولا عملية البيع أو عملية الشراء يحركوا في داخل المحكمة قسم الرجال، وفي النهاية يأتي بس عشان تبصم كمان الإقرار بأنه المرأة لازم تبصم ويعتمدوا أنها هي أمية لا تقرأ ولا تكتب. دكتورة مش معتمدة البصمة، البصمة مش معتمدة أساسا ومش موجودة في المحاكم. لا تبصمي، يقول لك أبصمي. لا لا البصمة الإلكترونية. لا غير البصمة بدل التوقيع، لأنه معتمدين أنه النساء كلهن جاهلات يعني أميات لا يقرأ ولا يكتب. ما توقعين ما توقعي بس تبصمي. هذا موضوع أبصمي هذه هي. طب إيش رأيك هذه تعامل معنا بهذا كأننا إحنا ما نقرأ ولا نكتب. مهندس ماجد هذا هو التعامل مع المرأة وما يسأل فيها. بس بس يرد بس مهندس ماجد لازم يرد على النقطة واحدة 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 إذا سمحت، لأنه حتى لو عملوا البصمة لابد إنهم يعملوا قسم نسائي تابع القضايا، لأنه تفضل تفضل مهندس ماجد انتظار النساء اللي انتهى مهندس ماجد تفضل. لا لا مع الدكتورة سهيلة كبيرة. لا ما عندي مش بس تفضل الدكتورة سهيلة. أن في عندنا جانبين، الامرأة الآن إحنا حتى فيه اجتهاد من كتابات العدل حتى نتجاوز قضية التزوير، وأن المرأة تنكر هذا التوقيع وتقول أنا ليست أنا من وقعت، تضع بصمتها حفاظا على حقها، حتى لو تبين أن الذي وقع بصم غيرها تبين من وزارة الداخلية فالأمر متيسر وسهل. والله الحل هذا طيب. حفظ للحقوق، قضية أن المرأة لا تتابع، قضية أن المرأة لا تتابع المجتمع يرى، يعني المجتمع يرى كيفية التعامل في الجهات. لا في الجهات بس بين النساء والرجال. مهندس ماجد ترى الدكتورة سهيلة تأتي لا تتكلم فقط عن قضايا، هي قضايا وقضايا وناس كثير يلجؤوا لها كعضو في جمعية حقوق الإنسان وكناشطة حقوقية، فهي تتكلم بلسان كثير من السيدات اللي عندهم تظلم كبير دائم. يعني هذه بس النقطة نبغى نأكدها. نقطة أخرى. هي جزء من المجتمع وهي جزء. مهندس ماجد ذكرت أنت حملت اللوم على بعض السيدات اللاتي يأتين وهم يطمسون، والدكتورة سهيلة تقول لا أساسا قبل إذا وصلت المحكمة هي المحكمة هي تطمس. طيب. هي تطمس. بس خلوني بس أنا بوصل شغلة. قبل فترة قالوا إنه في موظفات راح يكون في المحاكم من أجل حل ذا المشكلة، بحيث إن هي اللي تقارن في البطاقة في الوجه إنه سيدة مع سيدة. وين راح ذا المشروع؟ لكن الآن الإشكالية دعنا نناقش هذا المشروع بالذات. لو وضعنا امرأة تطابق ثم أنكرت المرأة، إذا لم تثبت أمام كاتب العدل مباشرة أليس أيسر؟ طيب أيسر، بس أن أنت تقول وضع اجتماعي ما نقدر نغير فيه، هذه المشكلة إحنا نبغى نوصل للحل. لا الوضع الاجتماعي، الوضع الاجتماعي إحنا نعمل مع زملائنا في الجهة المختصة لتفعيل موضوع البصمة، هي أخذت جزء وقت كبير لكن إن شاء الله أنه يعني في الفترة القادمة يكون التفعيل سريع إن شاء الله. طيب أسمح لي بس أنا أرجو أنكم هم طالما في تطوير القضاء معليش أسمح لي، لأنه هذه قضية مهمة جدا، لأن إحنا سيدات بنعاني منها، أنه لازم يكون معنا رجل في المحكمة حتى تصير معاملتنا. إذا ما معنا رجل لو نهاية الدوام وراسك تخبطه في الحيط ما حد يسمعك. فإذا لما يطبقوا البصمة أو أي شيء المفروض من الآن يكون في هم حاطين شباك يدونا منه ونوقع وكذا وكذا، يكون في موظف مسؤول عن قضايا المرأة يستلمها ويتابعها. أما مو معنى هذه اللي ما عندها رجل تضيع حقوقها. طيب هذه مشكلة يعني لازم كمان تتحل. نرد على النقطة سريعة. تسمح لي أختي الكريمة، الوزارة يعني كان عندنا إشكالية في المواعيد في الرياض وجدة، والحمد لله يعني اليوم أننا كنا في اجتماع مع رئيس محكمة العامة بجدة، المواعيد بعد ما كانت 6 أشهر أو 7 أشهر انخفضت إلى 3 أشهر، إحنا نعد إن شاء الله قريبا أن تنخفض إلى أقل من شهر. هذا جانب نتكلم عنه. الجانب الآخر نتكلم عن أن الوزارة ومشروع التطوير يطمح إلى خدمات مميزة في الجانب التقاضي الإلكتروني، فأنت في بيتك تستطيعين والآن تستطيعين أن تعرفي ماذا تم على قضيتك، ما أين هي، ماذا تم، كل العمليات هذه بتكون متيسرة وأنت في بيتك إن شاء الله. نعم تفضل. أما في المحكمة سيتم التعميم على الزملاء للتعاون أقصى قدر ممكن. في شيء آخر دكتورة؟ أنا أتمنى أنك تعطونا فرصة ما تأخذون كل شيء، إحنا معكم على كل حال. تفضل. بس المرأة. يعني هذه لأنها نقطة أساسية، لأنه ما حد بيدركها غير إحنا النساء اللي بنعاني منها. طيب وإحنا لا حتى في كتابة عدل، في كتابة عدل وقت البيع والشراء إذا ما معاك رجل. طب هذه النقطة وصلت. لا هو بيقول لي أتابعها في الإنترنت، هذه في نفس اليوم.
في نفس اليوم، لكنه لا لازم تكون في المحكمة. في أختي كتابة عدل لازم إيه؟ أختي الكريمة كتاب عملية البيع والشراء. لا لا أبدا أختي الكريمة، في عملية البيع بعض الزملاء تتجاوز 100 عملية بيع في يوم. السيدات رجل بس معهم رجال، سيدات رجال معهم رجال. لو كان عندنا لو كان رجال لازم اذا ما معك لا حتى لو كانت معها هويتها طيب. وبتنفذ البيع ايسر مما يجيب رجل ليس له خانه. هذا ايسر. انت تتكلم انت تتكلم بالمنطق يا مهندس ماجد، تتكلم بالمنطق بس عندك الموجود. بس الواقع طيب بعطي فرصه نختم على استاذ عبد الله تفضل. الحالات اللي فيها اشكاليه تذكر تفرز على جنب ويتم التعامل معها. تفضل. طيب أولاً إحنا تحدثنا تقريباً يعني لميت أستاذ علي بالقضية، لكن الإشكالية وين الحل الآن؟ أنا أعتقد أن الحل واضح ومن خلال النقاش وبسيط. الحل يكمن تحديداً في وجود البصمة في المحاكم الشرعية، يعني محتاجة عملية تنسيق ما بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني. وجود البصمة حيحل هذه الإشكالية كلها، سواء الرجل أو المرأة. على فكرة موضوع البصمة هذا حقق أغراض كثيرة وأهداف كثيرة. هذه النقطة. النقطة الثانية تحدث عنها المهندس هي قضية الثقافة. هل هذه الثقافة هي ثقافة إسلامية أم هي ثقافة مجتمعية؟ يعني قد تروح وتجي ولها علاقة في بأمور أخرى. إحنا محتاجين توعية إلى هذا المجتمع، إلى هذا من ضمنها القاضي والمرأة، أنه والله هناك عليك واجبات وعليك حقوق. من ضمن الواجبات أنك تطبق النظام اللي مفروض عليك من وزارة العدل المبنية على شريعة إسلامية. أؤكد عليه مرة أخرى، الموضوع يتعلق بوجود بصمة. إذا وجدت البصمة، تطبيق البصمة الإلكترونية في المحاكم، انتهت القضية. لا تقولي موجود مرأة تكشف على وجه المرأة، ولا وجود قاضي يطالبها بشيء أو آخر. وخاصة الآن البطاقة الأحوال حسب معلوماتي المؤكدة مطورة فيها جميع المعلومات، لا يمكن على بأي حال من الأحوال أنها تزور أو تحملها امرأة أخرى أو رجل آخر إلا صاحبها. طيب. في نقطة مهمة أن نقول الجانب الشرعي والجانب الشرعي. أنا بدي أسأل سؤال. هل وزارة الداخلية عندما أصدرت بطاقة أحوال للمرأة وفيها صورتها خالفت الشريعة الإسلامية؟ يعني هل وزارة الداخلية بتخالف الشريعة؟ وزارة العدل تتمسك بالشريعة؟ أساساً كشف وجه المرأة ليس واجب على المرأة، على كل نساء الإسلام، وإنما على أمهات المؤمنين. غطاء قصة غطاء الوجه. غطاء الوجه. فهذا غطاء الوجه واجب فقط على أمهات المؤمنين، والأدلة كثير من القرآن المؤمنين يغضوا من أبصارهم والمؤمنات. إيه بس هذا موضوع خلاف شرعي أو. ما هو يعني خلاف شرعي. لا لا خلاف لا شرعي. لا لا اسمح لي ما هو خلاف بس شرعي. بس ما هو موضوعنا الآن. اسمح يعني لي. نحن هنروح تبريعة بعيدة عن لب القصة. لا الآن. إحنا هنا بنقول عشان نقول الشرعي المحرج الشرعي. بعضهن والحرج الشرعي والحرج الشرعي مدخلين الشرع هنا. الشرع هنا ما له دخل في الموضوع ده أساسا، لأنه شرعا ما هو واجب على المرأة تغطية وجهها، وإلا خالفت وزارة الداخلية الشرع في إصدار الصور وجوازات السفر يا أخي. فهذه أشياء واضحة، حج المرأة في وجهها وكفيها، إحرام المرأة في وجهها وكفيها، الشرع بيقول كده. فلما نيجي إحنا حتى لبس النقاب والقفازين يبتلى يبتلى الحرام. لا لا هو شوف حكيك عن وزاره الداخليه وزاره العدل معك حق، بس الموضوع الثاني ليس أيوة ليس طيب ما لنا علاقه فيه. يعني في هذا الحال نقول المساله شرعي وما شرعي. اذا كان وزاره الداخليه موافقه للشرع عندما اصدرت بطاقه الاحوال او مخالفه له، ما يصير احنا نلتهم وزاره الداخليه انها خالفت الشرع. المساله هي اجتهادات، هي اجتهادات من بعض القضاة ومن بعض الاشخاص. اجتهاد يا اخي، هي ايات قرانيه واضحه في الدلاله. اللي حاصل على وجه المراه بس ايضا اعيد واكرر عشان بس نستفيد من الحلقه. نعم. ليس هذا موضوعنا. انا سؤالي لك يا استاذ ماجد. يا استاذ علي ليس موضوعنا. ليس موضوعنا كشف الوجه لانه صوره الاساس. موضوعنا مختلف. موضوعنا مختلف. اسمحي لي انا بس المهندس ماجد. مهندس ماجد الان أداء عمل ما يمر عليك ظالم، أداء عمل القضاء اليوم إذا جت سيدة وجهها مكشوف عندها بطاقة، وهل أنتم تستقبلون أو تقبلون وجهة نظر هذا القاضي إذا قال يا جماعة والله أنا لا يمكن أن أتعامل مع هذه السيدة لأن تغطي وجهها وأنا ما أعترف بالبطاقة، هل يعتبر هذا يعتبر مخالف قانونيا لأنظمة وزارة العدل مجلس القضاء أم لا؟ نعم مخالف. طيب هل رصدت حالات من هذا النوع؟
إذا جت شكاوى طبعاً إحنا في وزارة العدل ما نرصد هالشكاوى إلا المتعلقة في كتاب العدل وحالات خاصة. في حال وصل، لكن الشكاوى التي تتعلق في القضاء مباشرة تذهب إلى مجلس العدل. في حال وصلت شكاوى ما هي العقوبات اللي ممكن تفرض على القاضي اللي هو أيضاً يخالف النظام؟ هذه عند مجلس الأعلى للقضاء في التفتيش القضائي معني في هذا باللوم أو في لها إجراءات نظامية يتخذونها هم أعلم بها. يعني الفكرة هي هنا يا دكتور السهيلة، لكن كل حالة لها ظروفها. الفكرة من هذا السؤال أنه وزارة الداخلية تطبق النظام، وزارة العدل عندها نفس النظام، ولكن هناك في ناس في وزارة العدل قضاء لا يطبقون النظام، هنا لب المشكلة. يجتهدون حتى في نظام القضاء ما ينص على إحضار المحرم نتكلم عن في النص. القضية لكن للأسف القضاء بيزوا المرأة حتى فيه وصدرت عقوبة على إبرة علينا رجعت أختي القضاء أختي الكريمة بعض النساء ما معها إثبات هوية إيش نعمل؟ لا أنا غير أنا بتكلم عن اللي معها إثبات الهوية اللي معها إثبات الهوية طيب اللي معها إثبات هوية وكاشفة وجهها وتجتهد وترى أن هذا لا إشكال فيه. طيب عند الاستاذ عبد الله سؤال، سمحت لي مهندس اذا تقول الاجتهاد مع النص، احنا بنناقش قضيه يجتهد فيها ولا بيتبعون النص القضاء؟ احنا نقول لهم يجتهدون الان فيها. طيب اذا يجتهدون مخطئين مخالفين للنظام، لماذا لا يطبق عليهم صحيح النظام؟ ما هم اساسا القضاء لانهم المفروض انهم اكثر ناس متبع النص. القاضي ده متبع النص عندما يرفض النظام بلا شك ويرفض قرارات وزارة العدل ووزارة الداخلية. الشكاوى يؤخذ بها بعين الاعتبار ولها إجراءاتها. طيب شكرا. قضاتنا يعني نعم لا قضاتنا بعضهم كويس وبعضهم مو كويس، ما نقول كلهم يعني في عندهم مشاكل وبعضهم جيد، بس إنه المنظومة كلها يبغى لها شغل. يعني عموما أشكرك مهندس ماجد، معظمهم مميزين. لا أنت مفروض ترى أنت المفروض الشعب السعودي ينظر فيك إنك عون، فلا تكن فرعون. يعني شو يعني انت خلك على الهدف النبيل الذي انشئ من اجله. خلك عدل اي ان شاء الله. شكرا جزيلا المهندس ماجد العدوان وهو مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. شكرا للدكتورة سهيلة زين العابدين حماد العضو هيئة حقوق الإنسان والناشطة الحقوقية الجمعية الوطنية عاد نخلط احنا بين الهيئة والجمعية، لكن انت الجمعية. شكرا ايضا للأستاذ عبد الله العميرة وهو رئيس تحرير وكالة بث الأنباء. شكرا. وايضا الكاتب الصحفي. شكرا لكم دائما لانكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا فيها. هلا غدا حلقة مهمة ينتظرها الشعب السعودي كافة مع وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيع. غدا تابعونا، في أمان الله.